إذا عندنا كمان فورم اللي هو الدايجونال كانونيكال فورم. هلا بالدايجونال كانونيكال فورم بنحاول نمثل السيستم بالشكل التالي. يو اوف تي وفي عندي راح يكون ديستينكت ريل بولز. ديستينكت ايش يعني؟ مختلف ارقامهم عن بعض. فلو اجينا فكرنا فيه بالاس دومين بالاس بلين في اشياء ما بقدر احطها بهذا الشكل لانه مش دائما رح يكون عندي ترانسفير فانكشن. فاهمين هذا شو هو؟ ايش هذا؟ ايش هذول الاربعه؟ هذا ريال ريال ايش؟ ريال بولز. تمام؟ بعد كل واحد منهم عن الاوريجن ايش بيمثل؟ قيمة ايش؟ قيمة البول. قيمة البول، ايش وحدته؟ radians per second. هذول بتقدر تفكر فيهم كأنهم a series of first order functions مضروبين في بعض. هذول كأنهم كأنه f of s هون بيساوي 1 على s plus p1. وأنا خصوصي راح أحط هون plus لأني معتبر إنه p1 راح تكون a positive number. فلما أصير أقول ايش ايش الرقم اللي بخلي هذا يصير زيرو المقام يصير زيرو، ايش قيمة اس اللي بتخلي المقام يكون زيرو؟ نيجاتيف بي 1 ماينس بي 1. اوكي؟ بدك تستعمل زي ما بدك الاصطلاح اللي بدك تستعمله بس عشان ما تلخبطش حالك. وهذا بي 2 وهذا بي 3 وهذا بي 4. عندي الترانسفير فانكشن هي عبارة عن هدول مضروبين كلهم في بعض. هذا فيرست اوردر سيستم مش هيك؟ الستيدي ستيت جين على فكرة تبع هذا قديش؟ ستيدي ستيت جين صفر واحد على ايش؟ على بي 1. اشكرك. ايش اسمك؟ عمر. شكرا. ستيدي ستيت جين تبع هذا واحد على بي 2، ستيدي ستيت جين تاع هذا واحد على بي 3، وستيدي ستيت جين يعني بعد فتره طويله جدا لو اخذت الفاينل فاليو ثيوريم هذا كانه بضرب اكسبوننشال نيجاتيف اكسبوننشال ستيدي ستيت جين ستيدي ستيت اظن بيطلع نفس الشيء. هلا بفرجيك مثال. هلا بنشوف مثال. هذول كل واحد من هذول بي 1 وهذا عبارة عن ماينس بي 1 ماينس بي 2 ماينس بي 3 ماينس بي 4. لو حطيناهم بهذا الشكل ولذلك إذا بدي أصحح ستيدي ستيت جين هون لواحد ايش بدي أحط هون؟ بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بيصير ستيدي ستيت جين للسيستم واحد. نحكي عنها بعدين بلاش هذا هلا برجع لها. فلو كان عندي بهذا الشكل بقدر الآن أحط هون راح يصير عندي هاي مضروبة في 1 على اس بلس بي 1 وهذا مضروب في 1 على s زائد p2 وهذا مضروب في 1 على s زائد p3 الى اخره لحد ما اوصل في النهايه 1 على s زائد pn للسيستم من هون. وهدول راح نجمعهم. انا هون حطيتهم بهذا الشكل. هون لازم يكون في كونستانتس طبعا c1 c2 c3 C4 لما اجمعهم. بس هذول عندي هلا هذول كل واحد منهم مضروب في رقم ولازم يكون في عندي كونستنت على فكره. هون مش مشكله انا حطيتها هاي مش صحيحه 100% بلس 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 هيطلع معي من هون y of t. وين الفاريبلز؟ وين الستيت فاريبلز رح يكون؟ بالاول طلعت من الانتجريتر. وين الانتجريتر؟ هذا مع ديلي. تمام اوكي. هذا بيساوي 1 على اس زائد بي 1 بيساوي 1 على اس نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. هذا البلوك بيساوي هذا البلوك. فهذا هون الاوتبوت تبع الانتجريتر هو نفسه الاوتبوت اللي موجود هون. إذا هذا ايش بقدر احط هون؟ x1 of t x2 of t x3 of t x4 of t. اوكي؟ الكل فاهم هذا ليش بيساوي هاد؟ كيف بحول هاد لهاد؟ ايش بتعمل؟ ايش عندي هون؟ بتصير عندي اذا كان عندي g of s وعندي هون h of s وعندنا هون نيجاتيف فيدباك شو بتحول هذا البلوك؟ بصير جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس اتش اوف اس مش هيك؟
فهذا إذا بدي أحوله شو بعمل؟ بصير واحد على S على واحد زائد واحد على S في P1. نضرب في S نضرب في S نضرب في S شو بصير؟ واحد على S زائد P1. إذن هذا نفس هذا إذن هاي في عندي إنتجريتر داخل كل واحد من هدول في إنتجريتر. الإنتجريتر الأوتبوت تبعه هو ستيت فيربل X1. فأنا صحيح لما بحط X1 هون لأني ما حطيت X1 هون كأني عم بقول X1 وينه؟ مظبوط؟ أوكي؟ خليني أمحي الآن هذا الجزء وراح أمحي الآن هذا الجزء من هون. بسألكم سؤال سريع، شو بتلاحظوا الآن على هذا السيستم؟ شو بنلاحظ عليه؟ إحنا لما بدينا إيش كنا نحكي؟ يلا ملاحظة هاي 1 بونس مارك